التكنولوجيا كل حياتها شيء بتغير المجتمعات، وما في ولا سبب نفكر إنه الذكاء الاصطناعي ما حيأثر عليه بنفس الطريقة. مثلاً أفلاطون يسمينه كتير خاف وتبلشنا نكتب على أوراق، كان يقول إذا رح نكتب كل شيء على أوراق هيدا الشيء رح ينزع على الذاكرة تبعنا، لأنه الناس ما بقى لازم تحفظ شيء، كل شيء صار مكتوب، ما بقى بيحفظ حدا شيء، بقى خلص ما بقى حيكون عندنا ذاكرة. وأكيد الأوراق one of the first technologies كتير أثرت على كيف we keep records etc etc. الكتيبة is a form of technology. المشكلة اللي عم تصير هلأ مع التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي artificial intelligence هو إنه عم نخلط الواقع بالفلومة طبعاً والساينس فيكشن. يعني تشوفوا AI بمثلاً Space Odyssey وهي قصص، هيدول كلهم اسمهم Hard AIs، وهيدول ما عنا ولا فكرة كيف نبنيهم بعد بالعالم. كل شيء بنعمله اليوم اسمه Soft AI اللي هو Machine Learning، بيعمل ألغوريتمات وبيرجع بيطلع لنا Output، وهذا شيء عم نستعمله من زمان. بيزيكلي هذا المبدا تبع الكمبيوترز، الجي بي اس تبعكم عم يعمل اي اي، فيسبوك عم يعمل اي اي، الفيد تبع السوشيال ميديا عم يعملوا اي اي، منه شيء هالقد جديد. الشيء اللي عم نشوفه الجديد هلا منه الاي اي، هو شيء اسمه conversational agents، انه عم نقدر نتحدث بطريقه كانه عم نحكي مع غير انسان مع اي اي. بس بعدهم هدول الاي ايز ماشين ليرنينج، يعني بعدهم سوفت اي اي. مثلا الاي ايز تبعنا في AIs فيهم يكونوا racist، في AIs يكونوا sexist، في AIs يكون ما يقدروا يجاوبوا على أسئلة كتير 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 سخيفة. الخطورة بالAI أقل التول وأكتر القوانين يلي رح نبنيهم، لأن بالنهاية هي قصة قوانين. مثلاً مين رح يتحكم بالالجوريتم؟ هل الالجوريتم رح يكون public؟ هل أنا كمجتمع ديمقراطي بقدر أنا أروح أقول له تشات جي بي تي شو الالجوريتم تبعكم؟ عم بقدر أروح أقول له لتويتر أنت عم تعملوا editorialization of the content، عم تقرروا شو أنا عم شوف بالليست of followers تبعي؟ هل لازم يكون عندنا public oversight لهالشيء؟ public oversight مش يعني كلنا لازم نعرف، الناس تجي بتقول إيه شو كان رح يكون السر تبعهم؟ لا، لازم يمكن يكون في مثلا commission شغلتها تراقب إنه مثلا الاي اي تبع الالجوريتم تبع انستغرام ما عم يدفش ناراتيف مثلا سكسست. وهيدا الشيء عنا بكل الدومينز. مثلا ما بعرف الصوص تبع البيج ماك بالماكدونالدز ما حدا بيعرف شو هن الكومبوننتس تبعها، بس الى حق الاف دي اي تروح على الماكدونالدز تقول لهم اعطوني الانجريدينتس اتاكد انه ما عم تسمم الشعب تبعه. سو التشالنج تبع الاي اي اقل تشالنج تكنولوجيكال من تشالنج هو بوليتيكال، لانه بهر مره جديده بعدنا نحن عم نعمل سوفت اي اي، بقى عايجين ethical committees etc etc. اكيد رح يكون في تغيرات اجتماعيه، اكيد ما في ينكم شو هن لانه مش شغلتي وما في ماني ريسيرشر ان اي اي، بس بشتغل على الاي اي لانه بشتغل على هيومن انتليجنس. في كثير comparisons ومنغذي بعض بين النيورال نتورك والبرين، مع انه هدول الشغلتين ما بيمشوا بالمره مثل بعض، بس بنجرب مثلا نسميهم نيورال نتوركس للكمبيوترات لانه عندنا نيورونز بدماغنا. سو ما فينا نعرف بعد شو التداعيات، مثل ما كان فينا نعرف شو التداعيات اللي رح تصير وقت اخترعنا الكالكيوليتريز. الشيء الاكيد هو انه ما في رح يكون في حرب اوف انتليجنس، ما بجرب اعمل سبق مع الكالكيوليتر تبعي تشوف مين بيقدر يحسب اسرع، اتس توتالي ابسيرد. ما بجرب اعمل سبق مع السياره تبعي تشوف مين في يركض اكثر، totally absurd. وما قال معنا بالمرة جرب أعمل سبق مع إن إي آي لمين رح يقدر يربح تشيس، أكيد الإي آي رح تربح، بس مش يعني ما رح يكون في تغيرات. مثلا إذا بناخذ إكزامبل الشطرنج، الإي آي تبع تشيس غيروا كليا كيف بتلعب اللعبة. المشكلة هي مشكلة سياسية، مين رح يتحكم فيهم؟ مين رح يكون عنده أكسس على الداتا؟ مين رح يكون عنده ترانسبيرنسي على الألغوريثمز؟ وشو فينا نعمل إذا هدول عم يتطبقوا غلط؟ وللأسف حالياً الأنظمة السياسية العالمية تقريباً كتير كتير مؤخرين بالنسبة للبرايفت سيكتور، وعم يطلعوا تنشنز، وعم نشوف مثلاً ماذا اللي بيلاحقوا المواضيع. مثلاً جوجل شحطوا شقفة كبيرة من الأثيكس ديبارتمنت تبعهم للأي آي، لأنه كانوا عم يقولوا إنه الأي آي عم يعملوا قصص مش كتير أثيكل. بقى لازم شوي شوي نشوف نحن كمجتمع كيف بدنا نبني checks and balances تنقدر نتحكم بكيف عم يتطبقوا these new tools يلي بيعملوا قصص عظيمة وفيهم يعملوا قصص كرسية.